الثالث. هذان القولان، التفتوا جيدا، هذان القولان بغض النظر عن الفارق الموجود بينهما مشتركان في خصوصية، وهي أنه جاءوا إلى النصوص بغض النظر عن الواقع الاجتماعي في ذلك الزمن، نظر إلى النص، وهذا النص أراد أن يفهم حكم حرمة الغناء من خلال اللغة وماذا؟ والعرف العام، لا علاقة له بالظروف التي أحاطت ماذا؟ أحاطت صدور هذه الرواية. هذا هو محل الشاهد اللي احنا نريد نذكر الغناء مثالا، وهو أنه لا علاقة له أنه في ذلك الزمان الغناء ما كانت هي الصيغة له، ما هي المجالس التي كان ماذا يغنى فيها، ما هي الأمور التي كانت تقارن بيوت الغناء وبيوت اللهو وبيوت المجون في ذلك الزمان، قصور الملوك والخلفاء في ذلك الزمان والحكام ماذا كانت؟ لا علاقة له، لا علاقة لي، أنا أنظر إلى النص عندما يقول أجر المغنية سحت أو هذا غناء، وين أرجع مولانا؟ أرجع إلى اللغة وإلى العرف، انتهت القضية، لا علاقة لي. هسا هذا صدر في ذلك الزمان أو صدر في أي زمان آخر، إذا له علاقة بالظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية لظروف الناس أو لا علاقة له؟ يعني لا يريد أن يفهم هذه الظاهرة وهي ظاهرة الغناء وحرمة هذه الظاهرة من خلال ماذا؟ من خلال الظروف التي أحاطت صدور هذه النصوص من النبي أو من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما في قبال هذين القولين يوجد القول ماذا؟ القول الآخر أو العبر عنه القول الرابع، لأنه ذكرنا ثلاثة أقوال. هسه إذا نريد نقول القول الأول لا قائل به، والقول الثاني والثالث مشتركان في هذه الخصوصية، إذا اجعلوا هذا القول الثاني أو اجعلوا هاي النظرية والأطروحة الأخرى. هذا القول، هذه النظرية تقول لا، أنا بغض النظر أنه اللغة والعرف ماذا يقولون ماذا في الغناء، لا علاقة لي بهذا المفهوم، أنا أفهم هذه النصوص ضمن ماذا؟ ضمن الظروف التي صدرت فيها هذه النصوص. وعندما تقول الروايات الغناء حرام أو ثمن المغنية سحت كثمن الكلب ونحو ذلك، أقول بأنه المراد ماذا؟ مراد تلك الظروف التي صدرت فيها هذه النصوص، فأرجع إلى تلك الظروف لأعرف ما هي هذه الظاهرة، ظاهرة الغناء التي كانت حاكمة في ذلك الزمان. وببيان آخر، ببيان فني، هذا القول إخواني الأعزاء أساساً عندما يأتي إلى مسألة الغناء يقول أولاً لابد أن تعرفوا، التفتوا جيداً، أولاً لابد أن تعرفوا أن الغناء لغة هو كل صوت على نحو مخصوص، هذا يسمى غناء لغة، صوت ولكن ماذا؟ على نحو. هسه تريد تسميه أنت مد، تريد تسميه ترجيع، تريد تسميه موالات، سمه ماذا ما تشاء، ليس الغناء هو مطلق الصوت، بل هو الصوت مع خصوصية في هذا الصوت، هذا هو الغناء. طبعا أنا بيودي الإخوة إذا عندهم خلق مولانا يرجعون واقعا إلى المعاجم اللغوية الأصلية ليعرفوا أن هذا الذي أقوله صحيح أو غير صحيح. أنا الآن دا أقول هذه القضية بنحو الفتوى، سواء التفتوا لي جيد، سواء كان هذا الصوت بالكيفية المخصوصة كان جميلا أو كان ماذا؟ قبيحا. خلي ذهنك يم، سواء كانت الطباع تميل إليه أو تنفر منه،
وسواء كان في حق أو في باطل. يعني اللحن لحن ماذا؟ لحن أهل الفسوق، صوت أهل الفسوق، أو لحن وصوت للمناجات ولذكر الله وقراءة القرآن، هذا كله أيضا يصدق عليه ماذا؟ ها؟ غناء. وسواء كان صادرا مع القول أو بلا قول، وسواء كان صادرا من إنسان أو من غير إنسان. صوت الحمام أيضا ماذا؟ ها؟ غناؤه، هذا غناؤه، هذه العصافير غناؤه، هذا الحمام غناؤه، هذه الطيور، هذا هو الغناء لغة، بمحض اللغة، بمحض اللغة. لا لا لا, لا نريد أن نتجاوز. وكلمات الأعلام مثل أمثال ابن الأثير وأمثال الأزهري في تهذيب اللغة وأمثال لسان العرب ومعجم مقاييس اللغة ومصباح المنير، أنا بيودي الإخوة فد مراجعة لهذه المعاجم اللغوية الأصلية ليروا ماذا؟ مو المعاجم، مو مجمع البحرين، ها؟ لأن مجمع البحرين عادة من يريد يبين المفهوم يبينه بلحاظ شنو؟ بلحاظ النصوص القرآنية والرواية. لا 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 لا، ها؟ فلهذا الإخوة من الاشتباهات اللي أجدها في بعض الكتب، يريد أن يفهم مفهوم لغوي وين يروح؟ إلى مجمع البحرين، خطأ هذا. أو يروح إلى المفردات للراغب، أيضا خطأ هذا. لماذا؟ لأن المفردات الراغب أو مجمع البحرين للطريح عادة ينظرون إلى المفردات مأخوذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الآيات والروايات. أنت لابد أن ترجع إلى معاجم اللغة في هذا المجال. وهذا المعنى بشكل واضح ومفصل وجدت أنه في حاشية موجودة على كتاب الوافي للفيض الكاشاني موجود. الإخوة يراجعوا هذه الحاشية، إن شاء الله عندهم الوافي أو لا أقل في الكمبيوتر موجود عندهم. هناك في صفحة من صفحة 218 إخواني الأعزاء إلى صفحة تقريبا 222، فحاشية مفصلة أم الأربع خمس صفحات وإشارة إلى هذا. هذه عبارته، يقول: والذي يظهر لنا. طبعا أنا تتبعت جملة من هذه الكلمات، ولكن وجدت بأنه الخلاصة التي أريد أقولها موجودة أين؟ موجودة في كلماتي الحاشية. والذي يظهر لنا من تتبع كلام العربي وأشعارهم وعبارات الفقهاء وأهل الأدب وغيرهم أن الغناء اسم مطلق الصوت، أو لكل صوت يرتفع ويرجع فيه. صوت مع كيفية ماذا؟ مو مطلق الصوت، لا أوافق أنا، صوت مع كيفية مخصوصة، ترجيع خاص، وإن لم يمل إليه الطبع فهو من قبيل الشراب. الشراب ما هو لغة ملا؟ ها؟ الشراب لغة يعني ما يشرب، ولكن باصطلاحنا صاير شنو؟ ها، خلي ذهنك، هذه من الموارد اللي انت تنتقل من غير التفات من المعنى اللغوي فتضيقه في المعنى شنو؟ من قبيل اذا واحد تقول له هذا كلامك بدعة، بمجرد ان تقول له بدعة وين يتبادر الى الذهن مولانا؟ المعنى اللغوي لو المعنى الاصطلاحي مال؟ مع أنه قد يكون كلامك بدعة، يعني كلام شنو؟ ها؟ مبتدع جديد، نظرية جديدة، ولكنه قد ماذا؟ قد هذه الأمور تؤدي إلى هذا الخلط بين المعنى اللغوي. وأنا أتصور أن الغناء ابتلي بهذه القضية، وهو أن الغناء لغة هو مطلق الصوت، هو مطلق الصوت مع ترجيع خاص من أي صدر، ولكنه في الاستعمال الشرعي عندنا هو ماذا؟ بعض أفراده، بعض مصادقه. هذا الذي عبر عنه سيد الإمام فيما سبق، قال: أعم أو أخص. عند الشارع أخص هذا المفهوم، يعني يراد بعض أفراده لا كل أفراده. ولذا يقول: ولا ريب في صحة إطلاق التغني على صوت الحمام
مع عدم حرمته والالتذاذ بصوته وصوت سائر الطيور. وهكذا يذكر جملة من الشواهد في كلماتهم، بودي أن يرجع الإخوة إلى هذا. ويؤيد هذا المعنى ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، واستغربه أيضا اللطيف، استغربه. انظروا ماذا يقول السيد الخوئي في ذيل هذه الكلمات. سيد الخوئي في الجزء الأول صفحة 349، هذه عبارته، التفتوا لي جيدا. يقول: وتفسير المصباح، المصباح المنير والأساس للزمخشري، من الكتب الأساسية في علم اللغة، والأساس للزمخشري. وتفسير المصباح والأساس الغناء بأنه صوت، صوت يوجب الحزن والفرح والخفة في البدن مما لا يساعد عليه العرف والشرع. فليكن لا يساعد، هو احنا بحثنا اللغوي لو بحثنا الشرعي الآن، شوفوا هذا الخلط اللي واقع، مع أن علماء اللغة يصرحون أنه مراد به صوت، ماذا؟ صوت مخصوص قد يؤدي إلى فرح، وقد يؤدي إلى حزن، وقد يؤدي إلى نوم. أنتم ارجعوا إلى مو المغنين، أصحاب الموسيقى وأصوات كذا، شوفوا ماذا كانوا يفعلون بالناس. قد يؤدي إلى نوم، قد يؤدي إلى يقظة، قد يؤدي إلى آخره. ولذا في الحاشية يقول: في مقاييس اللغة لابن فارس، الجزء الرابع صفحة 398، والمقصور والممدود لأبي ولاد الغناء من الصوت. أصلاً الغناء يعني ماذا؟ يعني الصوت، ولكن لا مطلق الصوت. ومن الواضح أنه لا يقال عن الصوت بما هو صوت أنه ماذا؟ غناء. قال: وفي النهاية لابن الأثير رفع الصوت وموالاته. وأنتم تعلمون أنه ابن الأثير حجة في هذا المجال، يعني في البحث اللغوي. وفي القاموس: الغناء ككساء من الصوت ما طرب به. هذا هو دخل الخلط، لا من ما طرب به، واحد من مصاديق ماذا؟ من الأصوات التي يطلق عليها ها غناء، مو أن الغناء هو ماذا؟ ما أطرب، لا لا، حتى ما لو لم يطرب. والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك أنه قد تجد أنه غناء يطرب أحدا وماذا؟ ويزعج آخر، ممكن لو ممكن. إذن ليس وهذا يلزم أن يكون كذا وكذا، لا أبدا، وإنما المراد من الغناء هذا المعنى. وفي مجمع البحرين نفس الإشكالية، التفتوا جيدا. يقول: هو الصوت المشتمل على الترجيع المطرب. لا لا لا، هذا أيضا دخل خط الشرع على ماذا؟ ها؟ دخل خط الشرع على البحث اللغوي أو العرف، هذا عرف المتشرعة أيضا يدخل على البحث ماذا؟ اللغوي أيضا. ولذا عند عبارة هناك في الوافي، عبارته هواية جيدة في هذا المجال، العبارة الموجودة في الوافي في صفحة 219، هذه عبارته هنا. يقول: قيل أطيب الغناء ما أشجاك وأبكاك وأطربك وألهاك. إذا تبين هذه كلها من مصاديق شنو؟ ها؟ من مصاديق الغناء، سواء كان مطربا، سواء كان ملهيا، سواء كان مبكيا، سواء سواء سواء. وإن شاء الله بعد ذلك سنقرأ بإن شاء الله الروايات الواردة، بغض النظر عن صحة السند وعدم صحته، أنا أتكلم بشكل عام. من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وارد الروايات بهذا المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أساسا من كان يسمعه كأنه مولانا كان هناك لا يستطيع أن يتجاوز صوت رسول الله في قراءة القرآن، صوت الإمام السجاد ونحو ذلك. وهذه الأصوات واقعا بالضرورة كانت تبكي الإنسان، لا قد ماذا؟ قد توجد فيه نشوة وفرح وسرور
نعم ما اريد اقول طرب، لانه هسه يقولون سيد يقول بانه الامام السجاد يقرا القران ويطرب الاغ، لا لا، هذا الطرب هم طبعا يكون في علمه. الطرب لغه ما بمشكله، ها الطرب شرعا اجى صار شيء، لانه يستعمل في المعنى الخاص له. والشاهد على هذا، التفتوا لي جيدا اخوان، يوجد شاهدان. الشاهد الاول المعنى اللغوي اللي اشرنا اليه، وهو ان المعنى اللغوي لا يقول لنا ان الغناء يعني هذا المصداق المحرم. الغناء المعنى العام لكل صوت فيه ترجيع. الشاهد الثاني وهو من اهم شواهد اخواني الاعزاء، وهو المستثنيات. الاغايون بعد ان ذكروا حرمة الغناء جاءوا الى ماذا؟ الى مستثنيات الغناء. ما هي مستثنيات الغناء؟ مستند الشيعة يعني النراقي قدس الله نفسه يشير إلى مجموعة من الاستثناءات. يقول من الاستثناءات الحداء للإبل. خب سؤال، أنتم تعلمون قرأتم في محله الاستثناء هذني في العام الأغلب أو مقتضى القاعدة منقطع لو متصل، يعني بعبارة أخرى الخروج تخصيصي لو الخروج تخصصي. ومن الواضح أنه إذا كان التخصصي هو خروج موضوع أصلا، ليس استثناء، يكون استثناء ماذا؟ منقطعا. هؤلاء عندما يقولون مستثنيات الغناء مرادهم الاستثناء ماذا؟ ها؟ الاستثناء المتصل، يعني الموضوع واحد ولكن الحكم ماذا؟ يختلف. خب إذا كان الغناء يراد به ذلك الذي في مجالس اللهو وكذا، وهو الحداء داخل فيه لو خارج عنه؟ خارج عنه، خارج، لأن الحداء غير ذلك الذي هو موجود ماذا؟ الذي يستعمل كطريقة خاصة فيه يسمى ماذا؟ غناء. هذا يكشف عن أن عنوان الغناء شامل للحداء ماذا؟ للحداء أيضا، وإلا لو لم يكن لما احتجنا إلى الاستثناء. هذا المورد الأول، التفتوا لي جيدا. المورد الثاني في مراث الحسين وغيره من الحجج المعصومين. وهذه المراثي عندما تقرأ بصوت خاص بها، بصوت خاص بها، هذا غناء أو ليس غناء؟ إن قلت ليس غناء يحتاج استثناء أو لا يحتاج استثناء؟ لا يحتاج. إذن عندما تجعله من المستثنيات، إذن أنت تقر أن هذه المراثي أيضا شنو؟ غناء، غناء. هذا هو مثل المورد الثاني. المورد الثالث قراءة القرآن. التفت إلى العبارة، خلوا ذهنكم يمي. يقول وقد مر قول صاحب الكفاية أن الظاهر من تفسير الطبرسي أن التغني في القرآن مستحب عنده. أعيد مرة أخرى، شنو؟ التغني. عجيب، مو احنا عندنا الغناء حرام؟ يقول لا يا اخوان، عنوان الغناء اينما وجد ليس ماذا؟ محرما. المحرم لابد ان ننظر الى المصداق، هذا المصداق قد يكون محرم وهذا المصداق قد يكون ماذا؟ ها؟ يكون محلل، وذاك المصداق يكون مستحب كما نسب الى الطبرسي صاحب التفسير. أن التغني للرواية التي قرأناها باعتبار أنه ولو من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن، أن التغني في القرآن مستحب عنده، وأن خلاف ذلك، هذا يقوله رجل محقق ها كالنراقي، وأن خلاف ذلك لم يكن معروفا بين القدماء. هاي في الآونة الأخيرة بدأت عندنا هذه الكلمات. المورد الرابع من الاستثناءات قال مطلق الذكر والدعاء والفضائل والمناجات وأمثالها، ويدل على استثنائها وجواز الغناء فيها. إذن هي أيضا ماذا؟ غناء. إذن هاتان قرينتان، أولا القرينة اللغوية أن مفهوم الغناء مفهوم ماذا؟ عام، يشمل كل صوت فيه ترجيع. وثانيا هذه الاستثناءات التي لا تكون استثناء إلا إذا كانت استثناء منقطعا. من هنا يأتي في قناعتي القول الرابع، وهو نظر
الفيض الكاشاني، ليس هو نظر الفيض الكاشاني بل هو نظر جملة من الأعلام، حيث ذهبوا إلى أن هذا المفهوم اللغوي العام له مصاديق محرمة وله مصاديق مباحة وله مصاديق ماذا؟ مستحب. لا أنه كلما وجدنا عنوان المغنية والغناء فهو ماذا؟ فهو حرام إلا ما دل دليل على، لا لا أبدا، لا بد أن نعرف ما هي المصاديق المحرمة وما هي المصاديق ماذا؟ المباحة وما هي المصاديق المستحبة. هذا إن شاء الله غدا نقرأ كلمات الأعلام الذين ميزوا أن الغناء محلل والغناء المحرم، الغناء المحلل والغناء المحرم، والحمد لله.